صار لنا فترة طويلة نرى في المغرب السوق الواعد، ونرى في هذه البلد السوق الذي سوف يحتضن الصرافة التشاركية، ونحن في الشرق نقول الصرافة الإسلامية، فإن شاء الله تكون بداية انطلاقة جيدة في المغرب. من أهم مميزات بنك تمويل الإنماء بي تي بنك هي أولا نوعية الشراكة اللي هو تمر لها. الشريك الأول اللي هو مجموعة البركة المصرفية اللي عندك خبرة ديال أكثر من 40 سنة في أكثر من 17 بلد التمويل الإسلامي التشاركي، اللي كتعطينا أحقية أننا كنطمحوا نلعبوا دور رائد في السوق المغربي.